الاصفر طالع موضه السنه دي؟ طالع. اه بصي اهو اهو شايف اللي طالع موضه والجراي طالع موضه جدا. وده الجراي شايفه ده؟ وده الطرف زي ما بتقولي كده. ده اللي بيدمر شعر الناس الستات اكتريه الستات. انا عايزه اوصل للون ده مش عارفه اوصل ازاي. افضل افتح افتح على قد ما يعني. نسرين ايه ده؟ ده خروف صدقيني. صدقيني انا لو حطيتها على راسي الناس هتقول فيه خروف ماشي. بصي بصي بتتريق. ده بياخد شغل جامد ده. ماشي. لا لا ده عايزه اقول لك ده بيليق على الناس معينه اللي هي بشرتهم البيضاء قوي. لا الاجانب. لا 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 بشره الاجانب كده هتخرجينا من. مش انا صح؟ لا على فكره عايزه اقول لك على حاجه بقى. انا شعري فاتح دلوقتي. قبل ما اعمله بقى فاتح كان غامق، فكان كله اقول له كل ما اقول حد عايز افتح يقول لي لا انت لونك خمري ما يليقش معاكي الفاتح. بس الحقيقه بعد ما فتحت اكتشفت ان الناس اللي لون بشرتها خمري بيليق معاها الاصفر ممكن يكون اكتر من اللي بشرتهم فاتحه. بيليق عليها درجات معينه من الاصفر. أوه. مش كل درجات الاصفر. القش يعني ما ينفعش احط اصفر محمر على لون خمري. اه لا الدرجات اللي حضرتك عاملاها دي تليق عليكي جدا. يعني لايقه عليا جدا. خلاص انا لا جدا وحي اللي عمل اللون. لا جدا حلو جدا. فلكن طيب. درجات المحمره طب والبشره الفاتحه بقى يليق معاها ايه؟ بصي البشره الفاتحه مش متعبه في الاصفريات خالص. يا بختك خالص. يا بختك يا اللي في بالي. صدقيني لو عملتي ايه. يا بختك يا اللي في بالي. لا مش متعبه خالص. والاحمرات طالعه موضه السنه دي؟ بتليق برده على طالعه موضه السنه دي مش قوي. مش زي كان جه وقت علينا كان الاورنج والاحمر واللون الالوان يا بنتي اورنج اخضر لا اخضر ايه شتوي هو لون شتوي اصلا الاحمر والنبيتي وال لا السنه اللي فاتت عارفه اللون النحاسي النحاسي طالع موضه جدا السنه دي بقى ايه لا مش طالع قوي زي السنه اللي فاتت مش طب يعني ايه البني الحلو ده يعني البني ده ما بيبطلش شو ميرفت ده مده 24 السنه اللي بعد 24 لغايه لما ربنا يدينا ماشي 24 ماشي 25 مكمله طب خلاص لا ده الالوان دي اللي بتبطل خلي بالك ماشي ما بيبطلش البني حلو جدا على كل البشره خمر تمشي ابيض يمشي باختلاف اقنعيني لا يعني حضرتك لو عملتي البني افتح درجات الاشقر مش بني افتح هتليق عليكي جدا مع الخصل هتبقى حلوه جدا خلاص يعني لو ميرفت بس الدرجه دي جميله انا هبني تجيبيني على الزيرو لو ميرفت لا مش قصدي اصفر ميرفت صفرت لو عملت اصفر انا هعمل بني اصلا كمان طالع موضه غالبا مش هتعملي انت بني اللونجري طالع موضه جدا ان ما يبقاش الاصفر من اول درجه الشعر فوق لغايه تحت لا بيبقى في تدريجه كده بامبريك كده لغايه الاطراف تحت من لغايه ده بقى يليق على كله